مساء الخير، رنا نادر، فنانة تشكيلية مصرية فلسطينية، خريجة دراسات سياحية، ماليش علاقة بدراسة الفن. شاركت في معرض عزيزي سيو لأني مرتبطة بفان جوخ من زمان ارتباط روحي يعني، وما حبيتش إن يكون في معرض خاص بيه وما يكونش مشاركة بلوحة. اللوحة بتاعتي هي مجسمة عن طريق الأسمنت ومرسومة بألوان الزيت، هو أسلوب جديد اسمه التحجير الأسمنتي. بستخدم مواد مختلفة وبحجرها عن طريق الأسمنت وبرسمها بالزيت. اللوحة اسمها غربان الذاكرة، مستوحاة من أسلوب فان جوخ.